تجي بحاله ماشي لحاله ياك اخوان دابا جاي واحد الدري هو تبيع البيني غادي نسولو شحال تبيع البيني غندورو معاه او صراحه دابا البحر شاد سعود هذا البحر هو شحال يبيع البيني ادخل هنا اخوان انا عزيز عليا بنادم اللي تيتقاتل على راسو يعني تيديباني راسو اي حاجه تيجي بحاله ماشي على الحاله ياك حاله طيبه هادشي حرام داكشي اللي كاين داكشي داكشي الله يجيب رزق وطلع ليا في الوالدين وطلع ليا في المهمه يلا شوفوا اخوان ما شافني بدا يضحك انا باش شفتي جاي والله راه سبعه كنت بنضربو على الطبحي راه خوتي دابا جيت الاولي شوف سبحان الله العظيم الدري هو رزقو جا حتى لعندو وبقى طلع على راسو القرايه هي الاولى سميتها ما شافني بدا يضحك يلا طلع ليا صحتك اخويا طلع ليا قول الدراري شي ديديكاس والشباب اللي تلقاهم تعولوا على والديهم شفت لهم شي ميساج من عندنا خوتي تخدموا على راسكم انا اخوتي اقسم بالله الا كنت نبيع الميكا فاش كنت صغير ما خليت تنبيع الحوت نمشي نكبر على راسي في المصاب فاش تيبان لي شي واحد بحال هكا كيكبر على راسو يعني سبحان الله العظيم كنجي تنتعاون معاه يعني بدون فيديوهات الخوت صراحه والله يسهل على الجميع وكنوجهوا التحيه الكبيره للدراري اللي تلقاهم مقاتلين على راسهم ومضيباني راسو ما تيتسناوش والديهم يعطيوهم شي حاجه تقاتل على راسك تيق في الله سبحانه وتعالى صلي طلع في مهمتك طلع في والديك وقسم بالله عمرك خيبك في حياتك اي حاجه مع الوقت والصبر دائما غادي تصليها وهذا الشيء اللي كاين اخوتي تحياتي للجميع